الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي في مركز جنيفا للدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. أثر الممكن على الأزمة الغذائية التي سيعاني منها العالم العربي. العالم العربي بكل تأكيد سيعاني ارتداد مثل هذه الأزمة بشكل مباشر، لكن هل سيكون الارتداد فقط غذائيا أم أنه أيضا سيمتد إلى يعني أوسع من قضية أن يكون غذائيا وسيؤثر أيضا اقتصاديا بشكل أو بآخر؟ ما هي الرؤية التي يمكن أن نستشفها من مثل هذا القرار؟ شكرا لك. طبعا طبعا هذه الخطوة سوف تؤدي إلى عرقلة استقرار سوق الغذاء العالمي، وسوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وسوف تؤدي إلى الكثير من الإجراءات التي نستذكرها عند بداية الأزمة كالإجراءات الحمائية والاحتكار وغيرها، وهذا سوف يجعل فاتورة الغذاء فاتورة كبيرة على اقتصاديات دولنا، خاصة التي هي منهكة بالأصل وتعاني بالأصل من عجز في مواردها، وهذا سوف يكون عامل إضافي. الآن احنا وصلنا حسب تقرير البنك الدولي إلى ما يقارب 141 مليون عربي على وشك الوقوع في خطر انعدام الأمن الغذائي الشديد، فبهذا العامل الإضافي راح يزداد الرقم، وهنا نصل إلى موضوع جدا خطير قد تكون أثاره ليست فقط اقتصادية وإنما قد تمتد وتكون أيضا اجتماعية ولها علاقة بالوضع والسلام المجتمعي في هذه الدول. طيب، الآن مناقشة مثل هذا الموضوع دكتور فاضل في الذي يعني في النقاشات الوزارية التحضيرية في الجزائر، هل تعتقد أنه سيفضي إلى رؤية عربية موحدة أو إلى تبني استراتيجية لحل مثل هذه القضية؟ إذا ما استمرت مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية واجتماعات جامعة الدول العربية في معالجة الموضوع كما جرت العادة، فلن يعني تضيف أي شيء جديد ولن يكون هنالك أي تحرك. المطلوب لكن أن الظرف الحالي يكون ألن يعطي تحدي من الممكن أن يفرض هذا التحدي جزءا من مسؤولية بشكل أكبر على القمة وبالتالي من الممكن الخروج بحلول معينة؟ بالضبط. إذا كان هنالك إحساس بأن هذا الموضوع لم يعد موضوعا ثانويا وإنما هو على قمة الأجندة، فبالتالي يجب أن تكون الحلول مختلفة، يجب أن تكون الحلول خلينا نحطها بشكل آخر، قيادة للقطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية الكبرى، دور تمكيني وتحفيزي للحكومات العربية مجتمعة، التركيز على مراكز إنتاج غذاء بين دولتين أو ثلاث فيها تقارب اجتماعي تقارب جغرافي، وحتى فيرتشوال ممكن يكون افتراضي بين الدول عبر المسافات، ولكن ما بدنا نرجع لأسلوب الشركات العربية الحكومية للإنتاج الحيواني، الشركات العربية للإنتاج النباتي، وهذه أثبتت عبر مدار السنوات بأنها لم تستطع أن تؤدي الغرض المطلوب. لذلك يجب أن تكون دورنا تمكيني أكثر، أن نوفر الممكنات والمحفزات للقطاع الخاص لقيادة هذا الاستثمار العربي، وأن نصبح نحن منتجين لبعض من الحبوب الاستراتيجية التي تغنينا من صدمات أسواق الغذاء العالمية. وزير الزراعة الروسي باتروشيف قال إن روسيا أعلن التزام روسيا بتزويد الدول الفقيرة بالقمح أو 500 ألف طن من القمح. مثل هذا الالتزام هل من الممكن أن تقوم روسيا بتزويد هذه الدول فعليا أم أنها أيضا هي خطوة من خلالها تحاول روسيا كسب بعض الثقة الدولية؟ نعم، لا، هي أنا بقناعتي هذه الخطوة لكسب الثقة الدولية ولكسر الحصار المفروض عليها والمقاطعة بشكل آخر، وهذا أسلوب عدة دول لجأت إلى هذا الموضوع، كان مفروض عليها حصار وكانت تعرض نفطها بالمجان، المهم أنه تعال حمل. لذلك هذه الخطوة لا علاقة لها بحل الإشكال بشكل جذري. الإشكال الموجود هو اضطراب في سلاسل توريد الغذاء وتحديدا الحبوب، وهذا الاضطراب يؤدي إلى ارتفاع بالأسعار، وهذا ما يفوق طاقة هذه الدول، سواء دولنا دول شمال إفريقيا أو الشرق الأدنى أو حتى دول القارة
على الأفريقية بنفس القدر. طيب هل لذلك تعولون على أي دور تركي دكتور فاضل؟ لا، أنا يعني أتمنى أن يكون هنالك دور تركي يستطيع أن يعيد الأمور إلى مسارها، لكن مع الرغبة الروسية في استخدام هذا الموضوع والتوقيت الذي تم طرح عدم أو توقيف هذه الاتفاق 3 أسابيع فقط قبل نهايته، وذلك حتى يقضي على أي آمال في تجديده. نعم، لذلك أتوقع إذن نحن أن نعود إلى المربع الأول في الأزمة القادم أسوأ الغذائية. دكتور فاضل، لك جزيل الشكر، تحديدا. كنت معي بالضبط، من عمان الدكتور فاضل الأزعبي، خبير في الأمن الغذائي في مركز جنيفا للدراسات وسفير منظمة